صح شربتكم ومرحبا بكم في الكاميرا الخفية. من زمان كان أبو طبيلة يضيء ليالي رمضان، أو بالأصح فجر ليالي رمضان. هو تلك الشخصية الطريفة التي كانت تجوب أنه جواء زقة المدن والقرى التونسية باش تفيق الناس للسحور. جات الساعات الإلكترونية، ثم بعد الهواتف الرقمية، ومشى زمان وجا زمان وما عادش أبو طبيلة مكان. الكاميرا الخفية حبت تسأله واستدعته للحياة العصرية. جاء أبو طبيلة في ليلة من الليالي قبل شهر رمضان شوية، حب يحضر روحه، لكن باعتبار أن البلاد كبرت والعمران كثر، يسمو تجهيز جديدة، يسمو تليفون مثلا، يسمو كمبيوتر، ويسمو خاصة سيارة. يومكم مبروك، رمضانكم مبروك، أشيام تلزيز بن بيتا. ربي يحييك ولاد سالو، زين دايما، ربي يحييك ولاد سالو، كل أنت بخير. ربي يحييك ولاد سالو، قوموا تسحروا سنين دايما. ربي يحيينا ويحييكم، ربي لا يحييك، ربي فضل. تفضل خويا. ربي يحيينا ويحييكم ولاد سالو، قوموا تسحروا زينكم مبروك. ربي يحيينا ويحييكم ولاد سالو، ربي يحييكم ولاد سالو. قاعد في الطبالة على الكهرباء، شو عملت لها الكهرباء ترى؟ شنو يا اخويا؟ هاي يصلح رايك، هاي يصلح رايك. رايك دم 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 دم، اعطيني دم، يصلح رايك، يصلح رايك. يلا تو خيطو شيء ولا ما جبتو؟ في المكتبة؟ لا في البطبيلة. بطبيلة شنو؟ خاطر انت ما نعرفكش، عملناه الجماعة قيدوا عندي معك حسن بوحليلة، اختصاصي في بوطبيلة في شهر سيدنا رمضان المبارك. اي وما قيدتوش عندي انتوما؟ لا لا اسنا ما قيدناش، ان شاء الله العام الجاي. سنين دايما، سنين دايما. يلا راحي نحيكم ربي لا تزالوا، انا فايق جيران. ربي يحييكم لا تزالوا. يا اخي غالي الكراوات عندكم ولا؟ غالي الكراوات عندكم هوني. كراوات شنو؟ كراوات. كراوات شنو؟ فيديوهات؟ ما كراوش فيديوهات. لا مش تاع الفيديوهات. طبال. كراب تاع كراب. كرابة. كراب كراب. نعم؟ كراب شنو؟ والله في بالي انا قلت معناها كان نتفقوا مع بعضنا في مثل الله تعطيني كريبة سيدي رمضان. اش تعمل بها سيدي رمضان؟ نخدم بها. اش تخدم بها؟ وقعد ما عندي انا تعرف عطاوني سنان، عطاوني حمامات الجنوبية. أيوة. وحمامات الشمالية. أيوة. وعطاوني جديدي. شو مش تدور بيها تفيق العباد على الكهرباء؟ كانك حاضر يا بخ. كليه مالها هو؟ شو؟ عندك فرمي؟ عندي فرمي وعندي رخصة سياقة جو. كراهة بني كريوش. نعم؟ كراهة بني كريوش. علامة كريوش. شنو هذا؟ بانتيوم 4 جيجا. أي يا سيدي يفتحوا من هنا. أي يا سيدي هاو كيفاش؟ شنو تخدم بالاورديناتور زاد؟ من كيفاش؟ تفيق العباد بالاورديناتور؟ بالانترنت، موقع الويب www.boutbila.com.tn. فهمتي؟ عاد هاو شوفوا هذا السيت ويب تاعنا، السيت تاعنا. هاني ماشي ها؟ يلا عاد. أما تخلطش عليا. إي تفضل تفضل. راك ما تندمش راهو من بعد، مشيش تقول لي راني نادم ومن بعد تبدا شهادة جرتي. تمشي بعد تبدا شهادة جرتي. يا خويا تلا عاد. سامحني عاد. تفضل. احنا متفاهمين. متفاهمين. طيب انت برمشي على روحك وانا ماشي على روحي. بالتنسيق مع إدارة شركة كراء السيارات أرسلنا له سيارة أخرى، على أساس أن في السيارة هذه والسيارة اللي هزها بوطبيلة
ثم حجز من طرف حرفاء وبيجيو يستلموا السيارات بعد ساعة. وعندك الكهرباء طالبين ولا؟ عندي زوز كهرباء طالبين؟ عندي كهرباء هزوها تو. شنو كهرباء هزوها؟ قلت لك أنت عندك ريزيرفاسيون بتاع زوز كهرباء. إيه. جات الكهرباء وهذه الثانية. هكا ولا؟ وصلتش ولا شنو؟ الكهرباء الأخرى تو هزوها. شنو هزوها؟ تو تسرقت الكهرباء. شنو الكهرباء هزوها؟ جاني بوطبيلة يضرب لي قال لي أورديناتور وما أورديناتور وبعد هز الكهرباء. شنو جاني بوطبيلة وأورديناتور؟ تعرف بوطبيلة أنت؟ وين سي وليد؟ وصلت هاي. ثبتوا مليح هنا كيفاش صاحبنا باش يتوخى طريقة المراحل باش يزف الخبر السعيد اللي عرفه. أمور مريقة. معلم هذا؟ أي المعلم. هذا الكلمة. عرفش نعدي وكا. ألوي. أي تو الكهرباء الأخرى هزها بوطبيلة قال لي جرب فيها ولا شنو؟ الكهرباء قال بوطبيلة هز جرب فيها شوف فيها. اي في بالي ما ثم كهرباء هز ابو طبيله قال مش يجرب بها فهمت شو بيش كان كلمة ابو طبيله شو حكي هو قال لي هكا قال ابو طبيله قال مش يحب يجربها مش يكريها في رمضان ولا شو مش يدور بها قايم في الناس هاي يقوموا تسحروا فهمت ها عطيتو الكهرباء باش يجربها انا عادش عاد تو فهمت ما عملتلوش كونترات هو هزها وهرب راهو الكهرباء فهمت كيفاش ما قلتش عليه هز خدم الكرب وهرب عرف ما عطيتوش الفاتح انا مين نعرف هو قال الفاتح هزهم وهرب انا مين نعرف ترى ها مسؤولين شنو تبو طبيلة هزه جايب الاورديناتور ودورو سحرني عرف هو سحرني ولا شي شد قص ها الوي الو الو بطبيله معك انا بطبيله انت وينك يا خويا يرحم والديك علاش هكا بربي اش عملنا لك شنو ويني ما طردتني انت لا يا خويا جيت ونكري لك الكهرباء العمرو كونترات ويجا مرحبا بك يا اخي مش طردتني انت بكري ها لا لا ما طردتكش يا ولدي ايجا قوم قيمنا نتسحر وتعلاش هكا بربي يا بطبيله علاش هكا يصلح رايك لا 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 انت هنتي لا لا ما عندكش انا انت خويا الصغير انت خوك الصغير انا يا بطبيله قوموا تسحروا الو تسحروا يا بطبيله وينك بطبيل على الخط مرحبا بيه وينك ويني طردتني مشيت انا ما طردتكش انا يا بطبيلة انت فهمتني بالغلط يا بطبيلة يا صحراي انت فهمتني بالغلط ها شنو هو اليان يا انا اش قلت لك انا يا بطبيلة تخليني نخدم عاد قوموا تسحروا ايش ايش انا اعمل العقد ايش 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 انا الاجونس هنا خلنا نعمل عقد توي توك نجي راجع من سوسه متعدالك في فين في سوسه علاش فاش تعمل في سوسة؟ عندك ليونات ها؟ عندك ليونات كليونات شنو؟ كليونات بوطبيلة ايه بوطبيلة ايه بوطبيلة اوه الكرب الدقدق طبالها بوطبيلة بتاعك ها؟ ايه بوطبيلة شنو شنو؟ شبيه؟ كلم فيه كلم فيه تدور تدخل في عيد تدخل في عيد والله يدور لي يدي الصغر في عيد شنية تدخل في عيد بطبيلة يا بطبيلة تضرب فرن تضرب فرن بطبيلة خليني شوف مع عبد العزيز كيفاش كيفاش يعني ولا ها شوف مع عبد العزيز شوف مع عندك انت بطبيعتك ماكش في صحنك وجهك مقلوب ولا كيفاش؟ ها؟ ان شاء الله تحل مشكلتك. ياكوردو؟ هكاو. حتى نشوف مع عبد العزيز ها؟ طيب يا رب يعينك. اه يا رب يعاون رب يعاون. الوي بطبيلة على الخط. ها بطبيلة وينك يا بطبيلة؟ ها؟ شنو وينك؟ ما قلت لي جلسوس تعمل كونترات والكهرباء. ايوه. عند كلمتك اه ولا اش حكيت معك كلام نسوه يا ابو طبيله اه شنو انا يا ولدي عند كلمتي هاني جيت خدمت في الكهرباء ودي ماني انا شنو يا ابو طبيله يا انت يا ابو طبيله طبيله قوموا تسحروا هيا تسحروا
ربي يحييك ولا بفالو زين دايما ربي يحييك ولا بفالو وين يا ابو ذا كرم وين فهاي المريكه شكي الكاميرا كشي